دكتور ناجي في البداية إنه الأشخاص اللي إلك علاقة معهم اتصال بهذه الخدمة أسئلة حول سفر التكوين، شو اللي قادهم لهالرؤية هالعظيمة إنه يعملوا مثلاً متحف للخليقة يشرحوا للناس عنها ويعملوا فلك نوح؟ مجموعة دي اسمها Answers in Genesis أو أجوبة من سفر التكوين، ودي مكانها في أمريكا. والمجموعة دي مجموعة من المؤمنين والعلماء في نفس الوقت المتخصصين في أفرع مختلفة من العلم، بالإضافة لأنهم بيحبوا كلمة الرب وبيثقوا في كلمة الرب، لأن اكتشفوا أن الناس بتنشأ في الكنيسة لفترة وبعد كده بتبعد عن الكنيسة وبتروح للعالم وللإلحاد وللفكر اللي مضاد لكلمة الله. فابتدوا يقدموا متحف الخليقة المبني على الحقائق الأساسية للإيمان المسيحي، اللي هي الخليقة وبعدين السقوط وبعدين الفلك وبعدين برج بابل بعد مجيء المسيح للعالم وبعدين الصليب وبعدين ننتظر المجيء الثاني. وبعدين ابتدوا يفكروا ما نعمل فلك نوح بالكامل، وده اللي احنا واقفين بنشوفه وبندرسه مع بعض.